ومعاكم دكتورة نورة، هنشرح النهاردة الفينس بتاع اللي هو اللامب الفينس درينج، ونعرف ان الفينس متقسمة لمجموعتين ديب فين وسوبرفيشال فين. ديب فينس دي بتبقى ديب عند المصل وعند البون، وده اللي واضح في الرسمة ناحية الشمال. اللي واضح في الرسمة ناحية الشمال واضح فيه تو فينز مهمين جدا. في فين بيبقى عند منطقة الثاي، وده الفيمورال فين اللي احنا شايفينه ده اللي انا هعلم عليه باللون الازرق، تمام. وفي فينز بيبقى عند الني بس من ورا، عشان كده لونه فنت مش واضح، لانه على الباك بتاع الني في منطقه البوبليتيال فوسا، عشان كده اسمه بوبليتيال فين، تمام. طيب الفيمورال فين والبوبليتيال فين ايه علاقتهم ببعض؟ المفروض الفين بيطلع الفينس درانج ماشي فيه بيبقى طالع في اتجاه الهارت، فالمفروض الدم بيمشي في البوبليتيال فين يكمل في الفيمورال فين بالمنظر ده كده، بيبدا في البوبليتيال فين طبعا، وقبلها طبعا بياخد الفينس درانج بتاع الفوتو بتاع الليج، وبعد كده بيطلع على هيئه فيمورال فين في الساي. والفيمورال فين بيجي عند الانجوانا لاجمنت. فين الانجوانا لاجمنت؟ الانجوانا لاجمنت اللي انا هعلمه باللون الاخضر، ويعدي من الانجوانا لاجمنت، وبعد ما يعدي الفيمورال فين من الانجوانا لاجمنت يطلع على البطن، يبقى اسمه اكسترنال ايلياك فين. هيعمل الكومن ايلياك فين ويروح للانفيرو فيناكافا. الانفيرو فيناكافا المفروض بيودي الفينس درانج بتاع الابدومن واللور ليمب في اتجاه الرايت اتريوم والهارت، تمام. ده كده بالنسبه للفينز، والفينز دي تعتبر ديب فين. رسمة بقى الناحيه الثانيه اللي هي على الناحيه اليمين مبينه مجموعه من الفينز كمان، لكنها قبل الديب فاشيا سوبرفيشال للديب فاشيا، تحت الجلد على طول ما بين الجلد وما بين الديب فاشيا، اسمهم سوبرفيشال فين او كيتينيوس فين. الفينز دي ليهم اسامي، هم عبارة عن مجموعتين، بدايتهم هما الاتنين من عند الفوت الدوزم، حاجة اسمها دوزال فينس ارش. فينز هيطلع في اتجاه الميديال يعني مع البيك تو، وينتهي في الصي من فوق خالص، ده اسمه جريد سافينس فين. التاني بيمشي على اللاترال اسبكت بتاع الفوت في اتجاه الليتل تو، بعد كده بيمشي على الباك بتاع الليج بس ناحية بره.